بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب وطالبات الصف السادس الاعدادي في هذا الدرس. طبعا درس هذا اليوم هو صفحة 86 عزيزي الطالب في كتابك الملون، تعتبر من الصفحات المهمة جدا جدا. ليش؟ لأن هذه هي بداية المواضيع الأدبية، والمواضيع الأدبية تجيك بالسؤال يا سؤال السؤال الرابع بالوزارة، تخليها ببالك. راح يكون السؤال الرابع تحت عنوان literature focus، وكلمة literature معناها الأدب، وكلمة focus معناها التركيز أو الاهتمام الأدبي. لاحظ عزيزي الطالب، هذا راح تشوفه فوق السؤال الرابع بالوزاري. طبعا الأدب اللي هو literature يكون قسمياً باللغة الإنجليزية للسادس الإعدادي. القسم الأول هو section A، لو تلاحظ تحت عنوان the swing. swing شنو؟ الأرجوحة. تعتبر short story اللي هي قصة قصيرة. طبعا راح نشوف منو كتبها، ونشوف ليش كتبها، والدرس الاخلاقي من عندها، وشنو تعلمنا من عندها عزيزي الطالب، وعن شنو تتحدث راح نشوفها ان شاء الله. لكن انا درسي لهذا اليوم راح يكون محمد خضير، اللي هو محمد خضير. زين، من هو محمد خضير؟ هو اللي كتب، من هو؟ كتب لنا الارجوحه. لاحظ عزيزي الطالب، زين، هذا الاسم مهم لازم تحفظه. ليش؟ لان راح يقول لك the swing، الارجوحه، written by، كتبت بواسطة من هو؟ لازم تكتب لمحمد خضير. فهذا كتابة لازم تكتبه محمد خضير، مهم جدا جدا عزيزي الطالب. راح نجي لمن؟ نجي نتحدث شوية عن حياته، ولادته، انجازاته، اعماله، القصص اللي كتبها عزيزي الطالب. نجي للبداية، ولو تلاحظوا ياي هنا محمد خضير is، وهاي الإز مهمة جدا جدا. ليش استاذ هاي الاز مهمة؟ اي اذا شفت الاز ومحمد خضير مثلا، هو از محمد خضير، بس از الفعل من هو؟ بس از، هو از محمد خضير. وات از محمد خضير؟ من هو محمد خضير؟ اذا شفت محمد خضير واز واداة سؤال، يسألك من هو محمد خضير؟ هو از. وات از محمد خضير؟ راح يكون جوابك هذن ثلاث كلمات، واحد اثنين ثلاثة. An Iraqi writer. An Iraqi writer. وهاي جاي ست مرات عزيز الطالب بالوزاري. مرة جايبها فراغ محمد خضير is فراغ، مرة قايل who is محمد خضير، مرة قايل what is محمد خضير. فأنت جوابك An Iraqi writer، اللي هو كاتب عراقي. بعد لو تلاحظ he was born، هو قد ولد. وهاي بورين كلش مهمة عزيز الطالب. ليش؟ لأن راح يسألك عن مكان ولادته، وبعد عن زمان ولادته. ولاحظوا ياي مكان وزمان. طبعا البورين إذا يريد المكان الولادة نقول له إن بصرة، في البصرة. وإذا يريد الزمان نقول له 1942، اللي هي 1942. لو تلاحظوا ياي وانتبه لي على أداة السؤال، إذا قال لك وير وبورن معناها أين ولد، يريد مكان، وير بالآر وير. أما إذا قال لك وين بالنون، وين بالأن، تقول له 1942. أما إذا هو سألك قال لك وير، وير أند وين، أين ومتى، أوكي، was born، was محمد خضير born، أين ومتى ولد، لازم تكتب الاثنينات. فأنت انتبه عزيز الطالب على أداة سؤال، تلعب دور وخليها ببالك. بعد لو تلاحظ هي هو finished، أنهى. شوف أنهى his primary اللي معناها الابتدائي، intermediate اللي معناها المتوسطة، and secondary والثانوية، study دراسة. وين يسألك وين أنهى؟ يعني إذا شفت primary، شفت intermediate، شفت secondary اللي معناها الثانوي، هاي دراساته، وين أنهاهن؟ بيا مكان؟ الجواب إن بصرة. هذا عزيز الطالب، وركزوا ياي على كل فكرة أقولها. هذا مرة جاي سؤال وين أنهى، أوكي، دراسته، ومرة جاي فراغ. محمد خضير finished his primary, intermediate and secondary. من يشوف هذه معناها يسألك وين أنهى، تقول له إن بصرة، وراح تشوفها بالوزاريات عزيزي الطالب.
بعد he joined، شوف هنا joined معناها انضم. خاف يسألك وين انضم، يعني انت من تشوف الفعل joined يكون جوابك هذا المن انضم. لو تلاحظ the high school for teachers، اللي high school هنا معناها معهد معلمين، مدرسة ثانوية للمعلمين، يتخرج من عندها معلم سابقا، معهد معلمين، فهاي معناها. فانت اذا شفته وشفت قال لك المن انضم بسنة 1961، المن انضم اذا شفت الفعل joined. ابوي باختصار شديد اذا شفت الفعل من هو joined، فانت شو تقول له؟ تقول له the high school for teachers and finish his study the وهو يعني محمد الخضير انهى finished انهى his study دراسته there هنالك in، شوف فراغ in فراغ صار عندك فراغين، اول واحد 1942 هذا نار وشرار هذا كلش مهم ملاته، ثاني واحد 1961 عزيز الطالب عندما انهى شنو الدراسه، يا دراسه مال المعهد هسه النوب هو تخرج، ايش راح يصير؟ راح يصير معلم. لاحظ يا عزيز الطالب، وهنا ايش راح يقول لك؟ راح يقول لك هي، شوف الفكره اللي بعدها، هي توت علم، شوف شوف هو بعد ما تخرج قلت لك هو علم، شوف توت درس، لاحظ عزيز الطالب اللي اصلها منين؟ اصلها من الفعل teach، لاحظ اصلها من يا فعل teach، فاذا قال لك وين علم وين درس وببساطه راح الفعل هذا taught هذا اصله teach معناها علم، يعلم من حول الماضي علم، اوكي شو يصير taught. زين taught وين علم؟ راح تقول له it at schools في مدارس، هاي المدارس بيا محافظات نبديها ديوانية ناصرية and بصرة والبصرة، لاحظ عزيزي الطالب هذني ثلاث محافظات، وبعد يقول لك how long did محمد خضير teach in these مثلا cities او مثلا بصرة ناصرية ويعدد لك المدن at schools اشقد الفترة اشقد، راح يكون جوابك عزيز الطالب more than أكثر من 30 years 30 عام، أكثر من 30 عام، فأنت خليها ببالك عزيز الطالب هاي الفترة اللي هو درس وعلم بيها. بعد لو تلاحظ his first short stories، وكلمة first الأول، short القصيرة، stories القصص القصيرة الأولى، شبيها appeared، كلمة appeared معناها شنو؟ معناها ظهرت، وهذا راح يجيك سؤال أين ظهرت؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يقول لك his first short stories اللي هي قصص القصيرة الأولى appeared in فراغ complete أكمل، فأنت ايش راح تجاوب؟ اذا اول شيء شو تخلي ببالك؟ تخلي ببالك الى شفت الفعل appeared اذا هذا يتحدث لك عن اين ظهرت قصصه القصيره الاولى، جوابك شنو راح يكون؟ in the Iraqi writer magazine اللي هو في المجله، شوف هاي ماجازين معناها مجله، شوف مجله الكاتب العراقي، في المجله الكاتب العراقي اللي اسمها الأديب العراقي بيا سنة in 1962، فهذا جوابك راح يكون من الان لحد النقطة اذا شفت الفعل يا هو appeared، هذا لحد لهنا الافكار اللي موجودة بالباراجراف الاول. راح نروح انياك المن للباراجراف الثاني، يقول his short stories قصصه القصيرة are قد translated، لاحظ translated معناها شنو؟ معناها ترجمت، وهذا الفعل كلش مهم عزيز الطالب، ليش؟ اذا شفت كلمة translated بالجملة بجملة السؤال دي يسألك المن ترجمت which languages اي اللغات، شوف translated، فانت خليها ببالك هذا الفعل مهم جدا جدا الى شفته يكون جوابك into الى English اللغة الإنجليزية Russian اللي هي الروسية on the French والفرنسية three languages ثلاثة لغات English Russian
and French then مهمات. اي والله ايش كم مره جاي وزاره؟ 6 مرات. خليها ببالك عزيزي الطالب، كل اللي يحكيناني واللي اركز عليه ترى جايات وزاري، وان هسه راح نشوف الوزاريات. لو تلاحظ بعد he has، هو قد، won رابحه، ولاحظ الفعل رابحه كلش مهم. ايش رابح؟ many prizes اللي هي جوائز، اوكي، العديد من شنو؟ الجوائز. هذا الشيء كلش مهم ايضا، يسألك الجوائز اللي ربحها شنن، اوكي، ايش تضمن؟ يقول لك هي، او يقول لك ما يقول لك هي، هو يقول لك محمد خضير. محمد خضير has won، قد ربح many prizes، العديد من الجوائز، including تتضمن the سلطان الويسز award اللي هي هاي الجائزه الاولى اللي هي جائزه. كلمه award معناها شنو؟ معناها جائزه. سلطان العويسز هذه كلها الجائزه الاولى. خاف يقول لك بالامتحان he has، او محمد خضير won ربح many prizes، العديد من الجوائز، including تتضمن جائزة سلطان العويسز in فراغ. فانت لازم تكتب له، شو تقول له؟ وين؟ in the United Arab Emirates اللي هي الامارات العربية المتحدة، بيا سنة عزيز الطالب؟ in 2004 اللي هي بالألفين وأربعة. هاي الجائزة الأولى اللي باللون الأصفر، عاشت إيدك يا بطل، هاي اسم الجائزة. أما هذا أبو المية، طالب الشاطر، طالب الذكي، يحفظ لياها من أنا لحد لهنا. هاي الجائزة الأولى. نروح للجائزة الثانية، on the gold pen اللي هو القلم الذهبي، أو قلم الذهب award اللي هي جائزة القلم الذهبي. هاي الجائزة الثانية. إذن هاي الجائزة الأولى وهاي الجائزة الثانية. الجائزة الثانية منين حصلها؟ from من the General Union of Iraqi Writers in 2008. ولو تلاحظ من الاتحاد العام للأدباء أو الكتاب، من هم العراقيين في عام 2008. أعيدها، من الاتحاد العام للكتاب العراقيين بيا سنة 2008 عزيز الطالب. إذن أنت عندك جائزتين، وهذا المكان الجائزة أيضا تخلي بالك كمه عزيز الطالب، احتمال يجيك بالوزاري. نجي لمن؟ هذا الباراجراف الثاني. نروح للباراجراف الثالث عزيز الطالب. هو achieved، هو حقق fame الشهرة. هنا عندك عزيز الطالب دن اثنينات المهمات. achieved معناها حقق، fame الشهرة. كلمة شهرة نشتق من عندها صفة famous. إذا سألك شلون أصبح famous، مشهور محمد خضير، إذن كلمة famous هم مهمة. بعد نقدر نشتق مرادفة المن للفيمس اللي هي well known اللي معناها معروف مشهور، شلون نعرف؟ فعزيز الطالب دن 3 كلمات على نفس المفهوم، يعني 3 معناها شلون أو كيف حقق الشهرة، شلون أصبح مشهور. لاحظ، والجواب مالته هسه راح أعطيك إياه. وين حقق الشهرة؟ in the Middle East اللي هو الشرق الأوسط. after هذا الجواب after بعده publishing نشر. شوف publishing نشر his 2 short stories. short stories القصص القصيرة الاثنين، يعني كم قصة قصيرة نشرهن ونشهر ونعرف؟ 2. من ان the swing اللي هي الارجوحة اللي راح اشرح لك اياها بالتفصيل عزيزي الطالب. هذه اول وحدة من 2. الثانية من هي and لو تلاحظ melodies on the string of rebaba. هذه الشيء الثاني اللي هو نشره. melodies معناها شون اللحن، لحن melodies معناها اللحن on على the string اللي معناها وتر، وتر يا هو of rebaba لآلة الموسيقية اللي اسمها الربابة. كلمة string معناها الخيط مالتها، الوتر مالتها، اوكي، of rebaba. هذن الثنين اللي هي swing وهاي القصة القصيرة اللي هي melodies on the string of rebaba هن اللي جعلن famous مشهور او well known. لاحظ، فهذني اثنينات المهمة. وطبعا جوابك راح للأسف يعني كلش طويل، انا جدا اسف، راح يكون جوابك منا لحد النقطة. وين نشرهن؟ in the بيروت
Arts Magazine، وكلمة ماجازين مجلة، Arts الفنون أو الأدباء، الفنون، بيروت البيروتية يعني بيروت. هذا المكان اللي نشر به عزيز الطالب هذني التو شورت ستوريز، ومن بعدها أصبح فيمس، شنو مشهور، وهذني كلش مهمات. هاي الفكرة اللي موجودة هنا. بعد his best works، شوف works اللي معناه أعماله، يعني كلمة works كلش مهمة. إذا شفت كلمة works يسألك عن أعماله، شنو أعماله؟ طبعا أعماله ترى هنا شنو، قصص قصيرة short stories، بالإضافة لمن إلى novel واحدة اللي هي باسترياتا، إن شاء الله راح أجيهن واحدة واحدة. his works يعني إذا شفت works أعماله راح تعرف هذني. طبعا هذني هنا ستة، أنا مطلوب من عندك بالوزارة تحفظ بس اثنين. شقد تحفظ بس اثنين؟ او انا بالنسبة لي والله مو اثنين، انا بالنسبة لي اربعة. تدري شي سوى احتمال؟ احتمال شي نطيك، ينطيك اثنين ويقول لك and وand، فهو انطاك اثنين، جوز لان اثنين منطيك يانو انت حافظن وانطاك يانو هو وما عندك حظ ورحت بالرجلين، فانا اقول اربعة بالقليل. تعال ليهن وشوف البسيطات، ولو تلاحظ اول واحد the black kingdom، المملكة السوداء، هذه أول واحدة. شوفها Black Kingdom، أفلام Black Kingdom، فيلم Black Kingdom، سهلة حلوة The Black Kingdom. طبعا هذه مرتبط بها كلمة بالwork، بالعمل، أعماله works أعمال. لاحظ The Black Kingdom. بعد at 45 centigrade اللي هو في درجة تشقد 45، هذه شنو قصة قصيرة ثانية. لاحظ Autumn Dream اللي هو حلم الخريف، حلو حلو، شوف هذا فاصل وهاي دريم، وكل احنا دريم دريم دريم، كل احنا نحلم، وكلمة دريم حلوة سهلات. بعد راح نجي المن امبالمنت، وكلمة امبالمنت عزيز الطالب اللي معناها التحنيط، التحنيط، وتذكر هنا شنو الفراعنة امبالمنت عزيز الطالب، هذه معناها التحنيط. نيجي بعد gardens of faces اللي هي شوف garden حديقة، gardens حدائق، of faces حدائق الوجوه، face وجه، وجوه faces وجوه. فأيضا شوف كلمات جميلة ومألوفة. and the novel، شوف ذني اللي حكيتهن the black kingdom at 45 centigrade autumn dream، ذني اللي حكيتهن ذني عزيز الطالب اللي هي هاي وهاي وهاي، ذن الثلاثة وهاي الرابعة وهاي gardens of faces، هذني اللي حكيتهن ذني كلين short stories قصص قصيرة. بس بصرياتة، هاي بصرياتة عزيز الطالب مش تعتبر، تعتبر novel، فأنت خليها ببالك عزيز طالب. إذا قال لك أعماله تحفظ أنت، أنا بالنسبة إلي أخاف عليك والله أبوي، خاف يعني بعض الأساتذة أشوفهم، طبعا ها هم من يوجهك يقول لك أحفظ اثنين على حسابك حتى ما يتعبك، فكانت نيتة حلوة كلش، لكن أنا إيش أقول، أقول خاف هذا الاثنين يجيبهن بلوفة ويجيبهن اثنيناتين. مثلا على سبيل المثال يقول لك his best works، أفضل أعماله include، تتضمن the black kingdom and at 45 cent great، ودنو بيجيك فراغ عن فراغ. زين انت اذا حافظ اول اثنين وهو طاكيان بقي شون، فلذلك اني خوفا عليك والله. فهذا عزيز الطالب بالنسبة الى شرح اللي موجود بهذا الدرس، وان شاء الله الدرس القادم ان شاء الله اكمل لك ذي سوينج الارجوحة، وايضا ايش راح اسوي واطيك وزارياتها. هسا بعد ما شرحت لك محمد خضير وهذني البرغرافات الثلاثة